معكم دكتورة مريم إبراهيمي من ولاية الجلفة لمؤلف شاركت به في معرض الكتاب سيلة 2023 مع دار فهرنهايت بولاية الجلفة. الكتاب معنون بالقيم في الدراما التلفزيونية الجزائرية من منظور الحتمية القيمية في الإعلام. طبعا في هذا الكتاب حاولت أن أعالج وأرصد القيم في الدراما التلفزيونية الرمضانية تحديدا التي تم عرضها خلال الفترات الرمضانية الفارطة ما بين سنة 2017 إلى غاية 2019. طبعا هذا الكتاب حاول من خلال فصوله تقديم قراءة تاريخية لدراما التلفزيون الجزائري التي قدمها التلفزيون الجزائري العمومي، وحاول أيضا تقديم قراءة أخرى نقدية للدراما التلفزيونية الرمضانية في القطاع الخاص، بمعنى أن حاولنا أن نقدم رؤية حول الدراما التلفزيونية الجزائرية ما قبل انفتاح السمع البصري وما بعد انفتاح السمع البصري كمرحلة مهمة في تاريخ وسائل الإعلام بالجزائر. أيضا الكتاب حاول أن يعالج من خلال تحليل المضمون ومن خلال التحليل السيميولوجي في دراسة القيم التي يعيشها المجتمع الجزائري والتغيرات التي يعيشها المجتمع الجزائري أيضا على مستوى قيمه. طبعا الكتاب لم يرصد فقط القيم الاجتماعية أو القيم الدينية، بل أيضا حاول دراسة القيم الجمالية والقيم الإبداعية والقيم الفكرية والقيم الاقتصادية والسياسية التي طرحتها هذه الدراما التلفزيون الجزائرية. طبعا هذا من مهامنا نحن كأساتذة في البحث العلمي أن نصاحب الظواهر الإعلامية والاتصالية الجديدة التي تظهر في المجتمع وفي البيئة الإعلامية والاتصالية، ونحن نرافقها دائما بالبحث والعلمي والتحليل أيضا. شكرا لكم لقناة السياحي.